يعلم بينا ربي كيفاش نقوم ونجيو باش نخدموا نلقاو الترانات ما تخدمش، يعملوا بوند حمراء ويخدموا على رواحهم. ثلاثة أيام في ديهم بوند حمراء ما خدموا ما فما شيء، يعلموا العباد اللي الترانات ما تخدمش باش احنا ما نقعدوش جايين هنا. واحد يعلم بيه ربي ما عندوش فلوس باش ياخذ تاكسي، ولا الله أعلم شنو اللي باش يعمل باش يوصل لخدمته. يقول له عرفته، تقول لي لينا خذ تاكسي ويجا اخدم. باش نخدم على التاكسيات انا؟ كي انت تعطلني كيفاش نخدم؟ كيفاش تحبوا ننهضوا بالبلاد؟ تحبوا نبركوا البلاد وتحكيوا على وطنيه والشعب وتونس؟ وين تونس؟ مر 4 سنين بطال يا رسول الله، نهارت اللي تصير نهارت اللي ما فماش ترانات ما نجيش نخدم، قعدت خلينا نقعد بطال. طلبتهم في الترانات، البارح فهمتي معمر سلعه، تذكروت قيمه وسلعه قيمه 200 دينار، فهمتي؟ والترانات مقرفه، ما عاملين مش نطلعوا نخدموا في ماما اللي هما الفواياجير، فهمتي؟ السلعه الكل طيشنا. هذه تحرك عمالي من جميع الجهات من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال على مطلب واحد اللي هو تحييم المنح وتعميم الأجر الأساسي. هذه مطلب من عام 84 ما قامش تنقيحه خلافا على عديد القطاعات الأخرى متاع النقل. لهنا شخل الموظف يعاني من المنح متاعه اللي ولات ذو أجر ضعيف. نهار 14 العمال تلمدوا وتنقلنا للاتحاد، وبعد تنقلنا للوزارة على أساس المفاهمة اللي صارت بينه وبين الوزير على أساس الاجتماع. ما رأنا إلا نهار الوزارة، لا نهارة اللي تلمدنا وهو رفض الاجتماع بينا، فهمتني؟ خلى هذا تحرك العمالي اللي تشوفوا فيه العميد وقت اللي قات حقه بداية تهضم، تفهمت على كلمة واحدة وراي واحد إنه حقنا ما احناش مسلمين فيه. هل هو إضراب مفتوح وإلا إضراب مفتوح إلى أن المطالب هذه يتم الاستجابة عليها؟ الادعاء انه ثم اضراب هذا غير موجود صحيح وغير صحيح، واحنا ما عندناش هيئه اداريه اجتمعت في السكك الحديديه وما عندناش لائحه في الغرام، وانما ثم مجموعات منفرده تحركها ايادي اخرى اطراف سياسيه لمحاوله تفجير الوضع لا فقط في السكك الحديديه وإنما بالأساس في الاتحاد وفي البلاد. الوزارة ما أيضا ما نجمش تتفاوض مع أشخاص، تتفاوض مع هيكل. مش تلم قاعد 500 خدام يقولوا احنا نتفاوض، ثم هيكل يمثلهم. الهيكل هذا مش متبني الإضراب إلا بعودة العمال للعمل وباجتماع سلطات القرار واتخاذ القرار المناسب وقتها لو نبدو نتفاوض. المواطن التونسي نقول له كيف ما احنا وقفنا معك في مصالحك، اليوم جاء الوقت لتوقف معنا في مصالحنا. وتدعمنا وتراعي الظروف. هو يطلب حقه وانا ما عنديش حق. هيجل الالماني فيلسوف الماني يقول اعتراف بالانا يستوجب الاعتراف بالاخر. كي انت تحب تعترف بروحك وبحقوقك اعترف بحقي انا وبرايي انا، وسعادة الاخر هي سعادتك انت.